السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أحبتنا، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ناس وحراس. هذا المكان الجميل اللي إحنا موجودين فيه يسمى الآن منتزه روكفيلر، وما خلفي يسمى الآن متحف روكفيلر. المسمى الرئيسي لهذه المنطقة الجميلة هو كرم الخليلي، نسبة إلى الشيخ محمد الخليلي مفتي القدس في عام 1711، أي إبان الفترة العثمانية. ومن ثم في حرب 67 تم الاستيلاء على هذا التل وعلى المبنى الذي كان هو المتحف الفلسطيني، وسمي باسم روكفيلر الذي اشترى قطعة الأرض. هذا المتحف الفلسطيني الذي أصبح من عام 1967 يسمى متحف روكفيلر، بني إبان الفترة الإنجليزية عام 1934. من هذا المكان الجميل من كرم الخليلي نبدأ حلقتنا، حلقة ناس وحراس لهذا اليوم. كونوا معنا بصحة وأمن وسلام، وتمتعوا سوية بالقدس في ناسها وحراسها. تعرف حضرتك؟ ام علي جمجوم. اهلا وسهلا، تشرفنا فيكي. شو جاي تسوي بالمنتزه؟ والله سبحان الله، احنا اليوم نازلين مرئين طريق، نازلين على الاقصى، بنتي مسجله بناتها بالمكتبه الاقصى، فسبحان الله مرئين يعني شافوا الالعاب وهيك حبينا ندخل يعني نرفه عنهم شويه. يعني معاكي مين؟ معاكي هون بنتي وجوز بنتي وبناتها الصغار. احفادك نازله معهم يعني؟ الله يرضى. نازلين على الاقصى يعني؟ الحمد لله ان شاء الله. ايش بدرسوا؟ بالمدرسة طبعا، بس هي مسجلة بمكتبة الأقصى، بتاخد قصص وبترجعهم كل شهر بتقرأ لها. وحفظ قرآن كمان. حفظ قرآن. شو اسمك انت؟ ميسر. ميسر؟ وايش بدلعوك بيقولوا لك؟ ميمي. ميمي؟ يا عيني، اي صف يا ميمي؟ تمهيدي؟ مع مين جاي؟ تاتا وماما وبابا. تاتا وماما وبابا. ومين أختك الصغيرة هاي؟ شو اسمها؟ أميرة. أميرة؟ يا عيني، أنو أشطر، أنت ولا هي؟ يا عيني عليك، ما أشطرك. شو حافظة يا ميمي؟ آية. آية من القرآن؟ بدي آية من القرآن عن الماما والبابا، يعني عن الوالدين، حافظة؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقفز لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. سأفولها أشوف كلكم كف حامي. يا سلام يا ميمي، ما أشطرك، شاطرة أنت. جاي رمضان بتصومي؟ وبعد رمضان إيش بيجي؟ عيد شو اسمه العيد اللي بعد رمضان؟ عيد ألف، عيد الفطر. عيد الفطر. رح ندخل إحنا وياكم الآن لأحد شوارع القدس الرئيسية اللي هو أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، نحكي نشوف التجار، نشوف الناس معانياتهم في ظل عام الكورونا وهذه الجائحة التي أصابتنا ضمن دول العالم أجمع. دعينا الله عز وجل أن يجنبنا مزيدا من البلاء ومزيدا من الجوائح يا ربي، وأن ينعم بالسلام والأمن والصحة على كل الإنسانية في هذا الكوكب. احنا مكملين معاكم. رمضان في القدس شو بميزه عن كل الدنيا؟
فرحته حلوة بالقدس. رمضان بالقدس أكتر من كل المدن العربية بشوف فرحته بالقدس. كل إشي بنزل وكل إشي ولو إنه بيغلى شوية بس الأشياء بنقدرش إلا ناخدها. في بركة في القدس بدلا؟ في بركة وفي بيع وشراء إن شاء الله وفي حركة تجارية قوية بتكون إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا معك بندعو الله إنه بهالرمضان هذا تستطيع الناس أن تتمتع بالصيام وبالإفطارات وأن تتمتع بالعبادات وأن نستطيع أن نصلي التراويح إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. وأظن ثلاث أرباع القدس اللي اتطعموا. نعم صحيح. وأنا واحد منهم. نعم صحيح. والحمد لله يعني بيقدروا يروحوا ويجوا هون وهون وكل إشي إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أهم إشي أمان الإنسان وسلامته بالدنيا. آمين. وطالما إحنا زي ما نقول أخذنا الجرعات وأخذنا التطعيم إن شاء الله منشوفك في الأقصى ومنصلي التراويح سوا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. كل يوم إحنا بنصحى الصبح بنقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. هلا مزبوط كان في تسكير بس إحنا كنا نفتح بس فيش حدا. كنا نفتح للهوا. اطلب الرزق عند تزاحم الاقدام 100% والحمد لله مرقت. احنا بس هون القدس ما انت عارف يعني بركه من الله بتمشي معنا يعني لولا في بركه الرحمن ولا كان سكرنا من زمان. عارف يمكن المره العاشره او العشرين او الثلاثين كل حدا بحكي معه تاجر مارق طريق بيستعمل كلمه بركه. ما احنا عايشين في البركه هون. من وين البركه بالقدس؟ من وين اجت البركه؟ انه احنا بنحب البركه. احنا شعب المقدسي بنحب البركة. الشعب الفلسطيني كله بحب البركة. واحنا البركة بس من الله. ربنا بيطرح البركة. واحنا بارك الله. بارك الله حول المسجد الأقصى. نعم. بارك ما حوله. اسم البرنامج ناس وحراس. شو بيعني لك هذا الاسم؟ ناس وحراس. يعني احنا الناس واحنا الحراس. يعني احنا الحرسين الأقصى. حرسين القدس. حرسين الوطن احنا كله. رمضان ولمة العيلة. لمة العيلة رمضان يا جماعة. والتراويح العام الماضي ما حدش يتمتع بالتراويح ولا بالصلاة. شو كنت حاسس انت لما كنت لا قادر تزور امك ولا قادر تزور ابوك ولا قادر تقرب عليها تبوس ايدها ولا شيء غريب اللي كان كل الشعب الفلسطيني عايش فيه. عشنا فيه حزن وهم لانه اول سنة بتمر علينا من حد ما معينا على الدنيا. اول سنة بتمر علينا هيك. العام هذا ان شاء الله افراج. إن شاء الله نطلب من الله أن يفرج علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير وصحة يا وصحة رب. وإن شاء الله تضلوا من ناس القدس وحراسها إن شاء الله. ومن القائمين عليها دائما وفي خدمتها دائما إن شاء الله. والله يعطيك الصحة والقوة دائما حبيبنا أنت. ويجيب رمضان بالخير والصحة والأمان يا رب. لكل الكرة الأرضية يا رب. الله يسعدني صباحك. صباحك ورد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحك. أهلين أهلين أهلين. يعطيك العافية. أهلين بنصفي. أنا بعرفك الناس تتعرفك. تعرف عليك. حازم البكري مقدسي. مقدسي أهلا وسهلا فيك. حازم على يمينك كرم الخليلي والمتحف الفلسطيني وتلة الخليلي وبيت المفتي. يعني أنت قاعد في مكان تاريخي. أكيد أكيد. طبعا مكان ما يقام اليوم المتحف الفلسطيني هي كان أول بيت يبنى خارج السور للشيخ الخليلي مع المصبنة تبعته. مش بيته وكان أول قصر يبنى خارج أسوار مدينة القدس تقريبا في بداية القرن الثالث عشر الهجري. وهذا شجع الناس إنها تبني البيوت خارج السور. فكان خلفنا هون أقام عدة عائلة إليبو أقاموا عدة مباني بالأسفل وعلى الشارع بشارع الزهراء نفسه. أحد البيوت اللي كان مؤجر لعائلة الحسيني الذي خرجت منه جنازة المرحوم عبد القادر الحسيني.
أهل هالبلد ناس وحراس ومرابطين، والمرابط مش المرابط بالأقصى فقط. كل إنسان ولد على هذا التراب هو مرابط، حتى لو كان مريضا في بيته أو عاجزا عن الحركة فهو مرابط. أي إنسان مقدسي مرابط، وليس من ينزل على الأقصى هو مرابط، وليس من يناضل مرابط، وليس من يقارع الاحتلال مرابط. كل إنسان موجود في مدينة القدس هو مرابط، وجوده رباط إلى يوم الدين. يعني وجودنا هنا في هذه البلد بدون فعل شيء هو أكبر مقاومة. أول شيء كل عام أنتم بخير. أنت بخير وبالصحة والسلامة، ورمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم إن شاء الله. أنا لفت نظري إنه كل حدا بفوت عندك على المحل عندك ضيافة مسبقة شقفة كيك. صح. افرض بديش أشتري أنا. من ضيفك إياها كمان. والله هذه صفة يعني. هيك دخلت عندي لا بدك تشتري ولا إشي، ضيفناك إياها صح ولا لا؟ بس يمكن تخليني أشتري بهالمعاملة. لا. لا بهالمعاملة. إحنا هاي من حد ما فتحنا المحل بال89 90. أول ما فتحنا ضيفنا هيك وتمينا عليها، ما شاء الله. واعتبرناها صدقة جارية لوجه الله تعالى. ما شاء الله، إن شاء الله بتضل دائما الحمد لله رب العالمين وتوصل الصدقة عندك دائما وأبدا. البرنامج هذا اسمه ناس وحراس. تفضل. أنت من ناس القدس؟ إن شاء الله، ومنكون إحنا حراس عليها ليوم القيامة. الله يعطيك الصحة والقوة وهدات البال. الله يسعدك إن شاء الله. رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. ننزل نصلي إن شاء الله. إن شاء الله في في. الصلوات كلها بإذن الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك يا ربي. أبو إيش البركة؟ أبو صهيب غزاوني. ما شاء الله، كم ولد عندك؟ عندي البركة عندك 4 بنات ولد. الله يخلي لك إياه. الله يخلي عمرك. الله يسعدك. شو بتشتغل حضرتك؟ والله بشتغل في إيش مكان، عامل في البنى، في البنيان، في مصنع، في أي إشي. الله يعطيك الصحة والقوة. العام الماضي كان صعب على الكل. أكيد. الكورونا أكيد. وإغلاقات أكيد. كيف يعني دبرت الأمور هيك؟ والله هذه من رب العباد، ربنا بيسهل الأمور على الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله بصير خير من هالسنة هاي الجاية علينا. يعني السنة راح نعيش رمضان ونصلي التراويح إن شاء الله. إن شاء الله. وتعزم الولاية بعد هالتطعيم اللي صار، بنيجي بنصلي في الأقصى، بنشوفك وبنشوف الجميع، بنشوف جميع أمة محمد إن شاء الله رب العالمين. حبيبي الله يجبر خاطرك ويسعدك، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير وصحة وسلامة دائما يا ربي. حبيبي. يعني إحنا دائما بنقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه القدس واحدة من بركاتها إنك أنت بتلاقي 1000 واحد يقول لك سلامتك، و10,000 واحد الحمد لله على السلامة، و100 واحد كيف حالك، و1000 وجه حلو تتصبح وتتمسى فيه. هذا هو برنامج ناس وحراس. بنشوفكم بالحلقة الجاية.